لا وده ده كمان فرصة ان كمان معانا واحد من الاجيال الجديدة انه بيطلع شايف ده بالظبط بعينيه، ودي مدرسة النادي الاهلي. فعبد الرحمن طبعا طالع، انت بتقول لي بقاله سنتين، هو غد دلوقتي تحت السن بس بقاله سنتين مع الفرقة بالدار. فانت عبد الرحمن كمان انقل لي الشكل. اولا مبروك لان البطولة تحسب لك، وانت كمان جزء انك بتحمس كمان زمايلك اللي تحت ان هم يشتغلوا عشان يكونوا متواجدين وياخدوا بطولة. قول لي الكباتن الكبار دول اللي اتعلمت منهم ايه اول ما طلعت؟ والله انا طبعا اول ما طلعت كان بالنسبه لي حلم وحققته، يعني ان انا العب مع كباتن، يعني كباتن مصر وافريقيا والعالم، كابتن احمد صلاح وكابتن عبد الله وكابتن عبد اللطيف وكابتن منعم، ناس كتير قوي نفسي كان نفسي العب معاهم وانا صغير. كنت بتفرج لسه، يعني لسه بمسك كره الفولي وباخد خطوات في الارض، كنت بتفرج عليهم وهم بيلعبوا، فكان حلم ان انا العب جنبهم طبعا. فطبعا بتعلم. قعدت تحلم قد ايه بقى؟ لا كتير قوي يعني كتير. محمد اخوه كان معانا في الفرقه، فهو كان بيجي معاه وهو صغير يلعب. محمد كان معاكوا في الفرقه؟ كنت باجي معاه افضل اتفرج عليهم في التمرين، اقعد العب جنب الملعب كده صغير. فطبعا لما يعني بتعلم منهم كل يوم حاجه جديده وبتعلم ثقافه المكسب. بس يقولوا ان انت عديت محمد اخوك ما شاء الله مهاريا يا رب والله. محمد يزعل كده وبعدين تروح البيت عبد اللطيف يقول لنا. لا هو محمد يعني من اللعيبه اللي حققت معانا بطولات كتيره، وكان لعيب ما شاء الله عليه يعني. وعبد الرحمن ان شاء الله يعني ممكن اقول لك ان هو عشان طلع معانا صغير او بتاع، فان شاء الله هو من النوع كمان اللي يقدر يقود فرقه، يعني هو واخد رابع عالم في بطوله عالم منتخب الشباب. فان شاء الله دي حاجات كلها هتزوده شخصيه النادي الاهلي موجوده، الشخصيه الدوليه كمان بتفرق. بالظبط طبعا انت عارف حتى لما بتلعب باسم منتخب مصر وانت في سن صغير دي بتحملك مسؤوليه وبتبقى رد فعلها في الملعب كبير. لكن على الجزء المهاري يعني بيتكلم ان انت ما شاء الله مهاريا كويس قوي، بس لصالح الفرقه اهو. الكابتن قاعد جنبك لا طبعا يعني، ونتمنى ان شاء الله باذن الله كمان كابتن ناخد كمان ولاد من تحت ويتعلموا من الكباتن الكبار دول، يبقى التواصل ده متواجد بصفه مستمره. جدا يعني مهم جدا جدا يعني. احنا كفرقه، احنا بص اقول لك حاجه، احنا ما بنتعاملش كجهاز ولاعيبه، احنا فريق الكره الطايره بشكل كامل. ما يعني انت لو شفنا طريقه تعاملنا احنا مع بعض كالجهاز واللعيبه مش هتحس ان هم ان في حاجز ما بيننا، بالعكس